السلام عليكم ورحمة الله. المهم أنا الأخ طارق شلافة مقيم هنا في مدينة كريتشاش، وأنا كنت في يعني في المسجد اللي صرات فيه هذا الهجوم الإرهابي، ما نقولولاش هجوم إرهابي، وإن شاء الله هذا ما غادي يوقفنا باش نصلوا ونعبدوا الله تعالى. أي مسجد؟ مسجد النور في الشارع دين آف. الحمد لله، وهو دخل على طول. متى دخل الوقت؟ الوقت كانت الإمام كان طلع للمنبر 41 دقيقة، صلاة الأذان 1:30، هو قعد 10 دقائق في الحديث تاع الجمعة، عشان لأن أنا شفت الساعة درت هاك. من بعد سمعت الطلقة الأولى، افتكرت يعني شيئا واحد فاير وورك ولا شيئا هكا، ومن بعدين سمعت الانفجار، طلقات الرصاص ماشين جان، يعني سلاح. نعم، فعرف بلي هذا هجوم عنصري راه داخل اللي قتلنا. فكسرت النافذة كانت بجنبي، الحمد لله طلعت منها وجريت. يعني لما كسرت النافذة يعني خرج منها آخرون؟ خرج منها مئات، الحمد لله الحمد لله. الكورنر كلهم اللي كانوا موجودين في الكورنر اللي كسرت النافذة الزاوية طلعوا منها المئات، الحمد لله الحمد لله. الله وفقني باش كسرت هذيك النافذة وطلعوا منها الحمد لله. ولي مساكن ما قدروا يشتروا، ان شاء الله لهم في الجنه ان شاء الله، والله يرحمهم ربي يتقبلهم، ربي يتقبل منهم شهادتهم ان شاء الله. الحمد لله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوتي الاعزاء، احنا بخير الحمد لله، ربنا رحمنا برحمته الواسعه. انا جيت لكن اخواني توفوا، الله يتقبلهم شهداء. وصيتي لكم تحبوا بعض، تتحدوا، ترفعوا علم الاسلام. الاسلام دين المحبه، كما حبينا بعض كيف راح نحبنا. ان شاء الله انه خير، ببركة فيكم يا أخوة. جزاك الله. والله الله أحسن يا أمي. الحمد لله. Hi.